إذن طلابنا جينا أخذ نوع آخر من نوع البايزنج، الـ Voltage Feedback Bias Circuit. بهاي الحالة إيش راح يكون عندنا؟ راح الـ RB هنا بدل ما تكون مربوطة، إحنا كل مرة نأخذها الـ Connection يكون مع الفولتية مات الـ CC Volt الـ VCC. هالمرة إيش راح يكون عندنا؟ راح تكون الفولتية من اسمها راح تكون Feedback، راح ترجع لنا وين؟ ترجع لنا إلى جزء الكولكتر. فإذا نسى الفرق عندنا بهاي الدائرة اللي هي الفولتج فيدباك، إنه الكونكشن مالتنا ما راح يكون مع الفي سي سي مباشرة، إنما راح ترجع إلى جزء الكولكتر. فبهاي الحالة إيش راح يصير عندنا من القوانين؟ خلينا نشوف الفرق شنو. أول شيء بالنسبة للإنبوت اللي هو طبعاً البيز أميتر، الآر أميتر تكون موجودة. بالنسبة للإنبوت سيركت إذا ريدنا أخذها، طبعا هاي الدائرة مالتنا راح نجي نرسمها، هاي الدائرة راح شنو ناخذ جزء الانبوت وجزء الاوتبوت. جزء الانبوت يعني هو شنو؟ هو دائرة الانبوت. وين دائرة الانبوت عندنا؟ هذا الجزء هو دائرة الانبوت اللي احنا ناخذ للانبوت لوب، وهذا الجزء دائرة الاوتبوت اللي احنا ناخذ للاوتبوت لوب. بالنسبة للانبوت لوب هسه من نريد ناخذه، هي راح تمثل لنا بهاي الدائرة، هاي اللي هنا. هاي ايش راح يكون عندنا؟ اذا تلاحظون اول شيء الار كولكتر، هاي الار كولكتر راح تكون مربوطة مع المصدر، هذا هو المصدر اللي هي هذا الجزء. بعدها هاي راح ترجع لنا لهنا اللي هي هاي نفس ما هي، والار اي تكون موجودة. فهذا شي يمثلنا الانبوت لوب، او خلينا نقول الانبوت سيركت. زين بهاي الحالة ايش راح يكون عندنا؟ راح ناخذ ننتبه الى شغلة. اول شي طبعا احنا لازم نذكر الفي بي اي هنا، اللي راح ناخذ نطلع المعادلات. هنا الموجب سالب، هذا التيار راح يكون بهذا الشكل يمر، فراح يكون موجب سالب. هذا التيار راح يكون خارج، تيار البيس راح يكون هنا خارج. فالقطبية هنا مال المقاومة ايش راح تكون؟ راح تكون هنا الموجب وهنا السالب. تيار الأميتر راح يكون بهذا الاتجاه، فراح يكون عندنا هذا الموجب وهذا السالب. زين راح نجي ايش عندنا هنا؟ راح نستخدم طبعا قانون كرشوف. فأول شيء بالنسبة للوب الأول اللي هو هذا اللوب الكبير، ايش راح ناخذ بيه؟ ال VCC ناقص ال IC داش. طبعا ال IC داش هنا عندنا، هاي راح تصير عندنا هنا نود. هاي النود ايش راح يكون بيها؟ تيار الكولكتر راح يتجزأ، راح يكون تيار الكولكتر اللي موجود بسبب هاي المقاومة، وراح اكو تيار هنا يصير اللي هو تيار البيز، ويصير تيار الكولكتر الواصل. فش عندنا هنا؟ راح تصير عندنا هاي النود بيها، راح يكون بيها التيار الداخل هو الاي سي داش، والتيارات الخارج هو الاي كولكتر والاي بيز. هاي راح نستخدم العلاقة فيما بعد. هسه نجي لهنا، اول شي راح ناخذ هذا اللوب اللي كنا عليه هنا، راح ناخذ اللوب ايش راح ينطينا؟ الفي سي سي ناقصا الاي سي ار سي ناقص الفي بي، العفو اي بي ار بي. بعدها شنو؟ الفي بيز أميتر والتيار الأميتر في مقاومة الأميتر. هاي منين جبناها المعادلة؟ من هذا اللوب. زين بعد ايش راح نسوي؟ طبعا المعادلة حتى نحلها لازم نخليها بدلالة متغير واحد، فراح نحول تيار نحول هاي المعادلة كلها بدلالة تيار البيز. شلون راح نحولها؟ راح التيار الكولكتر تيار الأميتر نلقى لهم حل بحيث نستخرجهم من دلالة تيار البيز. زين نجي لهنا أنا هسه، نجي ناخذ هاي النود اللي حكينا عنها، هاي النود اللي هنا اللي هنا، راح نجي ناخذ هاي النود. هاي النود ايش راح يكون بها؟ قانون كرشوف، تيارات الداخل تساوي مجموع التيارات الخارجة. يا التيار الداخل عندنا بس الاي كولكتر داش، من التيار الخارج الاي كولكتر والاي بيز. اذا الاي سي داش يساوي الاي كولكتر زائد الاي بيز. زين هاي نوت، لو نجي ناخذ هاي الجزء، لو نجي ناخذ هذا الجزء اللي هو جزء الترانزستور هم نعتبره نوت. فشنو التيار الداخل اللي طالع من عنده؟ تيار الاميتر. شنو التيارات الداخله اليه؟ تيار البيز زائد تيار الكولكتر. معناته شنو؟ معناته نفس هاي العلاقة. زين فش صار عندنا؟ النود رقم واحد شنو اللي بيها؟ خلينا نكتبها هسه. النود رقم واحد، النود رقم واحد
شنو بيها؟ بيها تيار السي داش يساوي لنا تيار الكولكتر زائد تيار فيز. النود رقم 2 اللي هو نفس الترانزستور، التيار مال الاميتر هو التيار الخارج، التيارات الداخلية هي تيار الكولكتر زائد تيار الفيز. شنو معناته؟ معناته تيار الاي سي داش يساوي لنا تيار الاي. زين، فهسه معناته شنو؟ تيار الاي سي يساوي لنا تيار الاي سي داش يساوي لنا تيار الاي. زين، تيار العلاقه بين تيار السي تيار البيتا هو بيتا اي بي، ذاكرينها هاي هاي المعادله سابقا. فهاي المعادله كلها راح تتحول لهذا الشكل، بدل الاي سي داش وبدل الاي اي راح نرفعها وشو نخلي؟ نخلي بيتا اي بي. هاي المعادله كلها نصفيها يطلع عندنا قانون الاي بي اللي تيار الكارنت، العفو تيار القاعده في حال كان عندنا فيدباك لمن؟ للكولكتر. زين، بالنسبه للاوتبوت، جزء الاوتبوت ما راح يكون بيه فرق. نجي للدائره مالت الاوتبوت، دائره مالت الاوتبوت هي هاي الدائره، ما راح يكون بيها اي فرق، يعني راح ناخذ لها لوب. فش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا نفس المعادله اللي يعني نفس المعادلات اللي مستخرجيها سابقا، لان ما عندنا فرق، ولانه تيار الكولكتر يساوي تيار الاميتر، فراح تطلع نفس المعادله اللي استخرجناها سابقا. بالنسبه للود لاين، اللود لاين احنا اتفقنا هو يختص بجزء الاوتبوت، فما دام جزء الاوتبوت ما بي فرق، فالمعادلات تقريبا راح يكون نفس المعادلات اللي نستخدمهن في حاله الفولتج ديفايدر. ليش نفس اللي نستخدمها بحاله الفولتج ديفايدر ونفس اللي نستخدمها في حاله الاميتر بايزنج؟ ليش؟ لانه الار اي موجوده، فراح نستخدم القوانين اللي تكون بها موجوده الار اي، واللي هنا طبعا يختلفين كليا عن قوانين الفيكست بايزنج.